هذا سائل يقول: يوجد في بلدنا مسجد مجاور للمقبرة وليس بينهما إلا جدار فقط، يقول هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان ما بين المقبرة وبين المسجد فاصل من طريق أو حجرة أو فلا يجوز الصلاة فيه. إذا كان جدار المسجد على المقبرة مباشرة فلا تجوز الصلاة فيه. إن كان بينهما فاصل من مساحة أرض أو من طريق فلا بأس، لأنه مفصول بعيد عنه. نعم.